الفنانة القديرة نادين خوري، اليوم عم نشوفك بكواليس تصوير الجزء الرابع من مسلسل عطر الشام لحضرتك فيه بشخصيتك الشهيرة عزمية، نحكي عن تطورات هيدي الشخصية. هلا هي فعلا مثل ما تفضلت انه هي شهيرة، صارت عزمية من كتر ما تصرفت تصرفات غير لائقة وتفوقت على نساء الحارة بحالات وحركات وكلمات. عزمية هي بالأساس تركيبة موجودة بمجتمعنا، وما بشوف انه هي نموذج غير موجود، لا هي عزمية موجودة بكل أمورها الشائكة. هلا بالجزء الرابع ما بدي افضح القصة، لكن بقدر احكي انه هي الجوانب والخطوط الأساسية اللي رح تشتغل عليها عزمية بالجزء الرابع هي اجتماعية بحتة، يعني ما رح تتعاون مع أي حدا غريب، رح تكون هي ضمن الحارة، ضمن العائلات، ضمن عائلة قريبة منا كنسبة، لكن هي رح تكون تقريبا متماهية مع هاي العائلة، وهي عندها هم الأساسي إنه تجوز ابنها. هذا مو سر، لكن هي بالأجزاء السابقة دائما بتطلب من ابنها أنه يتجوز، فبتحاول أنها تلاقي له عروس بهذا الجزء الرابع. هلا منحاول من جزء لآخر، ولو أنه شكل يعني شكل عام لعزمية من حيث الميك أب والشعر متغير، لكن كنموذج هي ما تغيرت. نحن عم نحاول ما يكون في ملل عند المشاهد حتى بالنظر بالرؤية، أنه يكون عزمية من جزء لآخر شوي بتغير بثيابها، بتغير بشعرها، بتغير بمكياجها، بإكسسواراتها، يعني ما يكون في هذا الفوتوكوبي من جزء لآخر، محاولة تغيير فقط لا غير، طبعا بما يتناسب مع شخصية عزمية وتوصيفها. عم نشوف بالفترة الأخيرة أعمال البيئة الشامية كتير فيها شخصيات يمكن نسائية مختلفة شوي عن الشخصيات اللي اعتادها الجمهور، إن كانت هل هذا برأيك بسبب النقد أم بسبب تطور الحالة العامة أو تقدم الزمن التاريخي للأعمال الاجتماعية؟ هلا هو نحن بدنا نحكي انه لا، هو النقد لعب دور بهذا الموضوع الحقيقه، وحتى الجمهور يعني المتلقي، نحن دائما بنقول المتلقي المشاهد ذكي، دائما بيقدر يمتلك هاي الذاكرة القديمة وبيقدر يشوف الحقيقي والمزيف، فبيقدر يفرق بين عمل وآخر. الأعمال الشامية فيما سبق صار فيها نوع من الاستسهال، بحيث أنه صار تظهر المرأة فقط هي ضمن البيت، لا تملك خلفية ثقافية ولا فكرية ولا أي شيء، رغم أنه هي يعني من قديم الزمان الإمرأة، حتى الإمرأة السورية تحديدا كانت شاعرة، كانت طبيبة، استلمت مناصب من قديم الزمان، يعني تاريخها معروف، لكن بعض الأعمال الشامية أظهرت الإمرأة السورية بشكل ضعيف. هلأ نحن منقول أنه أنا وجهة نظري الحقيقة أنه هو النقد لعب دور بأنه الأعمال الشامية يعني طلعت الإمرأة بشكل سطحي كتير، فرجعوا شوي الكتاب لموضوع إعادة النظر بشخصية الإمرأة بالأعمال البيئية، فشوي صار تقريبا نقدر نشوفها تقريبا متوازنة، يعني نعم في عندها تلاعب لكن تقريبا متوازنة، ما لا بمجرد بحدود أنه حاضر ابن عمي أو مسكينة أو بهاي الحدود هي السطحية، لا هون منشوف في عندها شوية خبز، حتى يعني منشوف عندها شوية أفكار بتطلع معها ذكية، بتحاور بشكل جيد، فمنلاقي هاي الجوانب بلشت تظهر ببعض الأعمال الشامية الحديثة.